تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 16 أبريل 2023 بإحياء أمجاد الرياضة الجامعية وإعادة بعثها على مستوى المؤسسات الجامعية وإحياءً لليوم العالمي للرياضة الجامعية المصادف ل 20 سبتمبر من كل سنة. نسعى بالتنسيق مع زملائنا في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي إلى تعزيز التقدم الاجتماعي وإلهام تحرك في الوسط الشباني من أجل التنمية على نطاق واسع، وهذا بتسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام. سنسعى على وضع مخطط وطني يسمح بخلق بيئة تساعد في تعزيز العدالة وبناء روح الفريق والمساواة والإدماج وبث روح المثابرة والعمل أيضاً على تكوين نخبة رياضية جامعية تمثل الجزائر في المحافل الدولية والإقليمية والقارية. سنركز على أن نضمن الممارسة الدائمة والمستمرة على مدار السنة الجامعية، كما نصبو إلى دعم هذه الممارسة على نطاق واسع في الوسط الجامعي، وكذا تطوير الرياضة النسوية ورياضة ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المؤسسات الجامعية. كل هذا عبر توحيد الجهود وتكاملها والاستغلال المشترك لكل الهياكل والإمكانات المادية والبشرية التي يسخر بها قطاعي الشباب والرياضة وكذا التعليم العالي والبحث العلمي. أغتنم هذه الفرصة السعيدة لدعوة جميع الفاعلين في الحركة الرياضية الجامعية وعلى رأسها الاتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية والجمعيات والنوادي الرياضية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. تعتبر الرياضة أحد العناصر التمكينية المهمة في تحقيق التنمية والسلام بالنظر إلى دورها في تشجيع التسامح والاحترام ومساهمتها في تمكين الشباب والأفراد والمجتمعات في بلوغ الأهداف المنشودة في مختلف المجالات الصحة والتعليم والاندماج الاجتماعي. كما أدعو من هذا المنبر جميع الإطارات والكوادر الفنية والتقنية ووسائل الإعلام المساهمة بقدر الإمكان على إزالة كل الحواجز والعوائق التي قد تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة لخلق أجواء رياضية ترفيهية وتنافسية.